باب المغاربة ده هو الباب الوحيد اللي باسم دولة عربية في داخل الأقصى. ليه باب المغاربة؟ لما سألت طلع انه المسجد الأقصى ليه جوانب، أضعف الجوانب للمسجد الأقصى اللي هو عند باب المغاربة، جهة ثانوية ممكن الهجوم منها على المسجد الأقصى بشكل كبير أيام زمان. فصلاح الدين الأيوبي حط على هذا الباب المغاربة، الحارة بقى، باب المغاربة ده بيطل على الحارة بتاعت المغاربة. مين حارة المغاربة دي؟ دي اللي قال عليها صلاح الدين الأيوبي طيب الله ثراه، قال إيه؟ قال سأضع عند هذا المكان أو في هذه الحي رجال لا يؤتى من قبلهم. يعني إيه؟ يعني ناس هم الصمام لا يؤتى من قبلهم. يعني إيه؟ يعني حطيت واحد على الباب لا يؤتى من قبله، يعني أنت تطمن الباب ده بإذن ربك، الباب ده عليه حراسة مشددة. نعم كانت تتكاثر الإشاعات، نعم كانت تتكاثر التلميحات والتمهيدات الإسرائيلية بما سيجري. בן שבת הציע לאמריקנים לקדם עסקה משולשת בין ישראל, ארצות הברית ומרוקו. פרטי ההצעה הגיעו ככל הנראה גם אל המרוקאים. על פי ההצעה, ארצות הברית תשנה מדיניות ותכיר בריבונות מרוקו בסהרה המערבית. בתמורה, מרוקו תקדם צעדי נורמליזציה עם ישראל. המלך מוחמד השישי יזכה בהישג מדיני היסטורי. טראמפ, במחיר נמוך יחסית, יוכל לנופף בהישג קידום היחסים בין ישראל למדינות ערב. ليس هذا فقط بل اننا بقلوب يملأها الاسى اعلنا لحضراتكم في شهر فبراير اللي فات ان هذا بات امرا وشيكا. تسريبات من صحف امريكيه وصحف جيش الاحتلال تتحدث عن زيارة قام بها مستشار نتنياهو للمغرب للاتفاق على تطبيع قادم. لكننا حتى ونحن نعلنها لم نصدقها أو لم نرد أن نصدقها. كنا نريد أن نصدق تصريحات رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني في شهر أغسطس اللي فات بأن المغرب يرفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني لأن ذلك يعزز موقف الكيان في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وإن إقامة أي علاقة أو تطبيع أيا كان نوعها لا يمكن أن يصب إلا في خانة دعم هذا الكيان المستعمر. هكذا قال العثماني نصا. كنا نريد أن نصدق ذلك بنفس القدر الذي كنا لا نريد أن نصدق أو نتناسى أو نصب فقدان للذاكرة، فلا نتذكر تاريخ الحسن الثاني رئيس لجنة القدس المنبثقة من منظمة العالم الإسلامي مع القدس. هذا التاريخ والذي جعل جيش الاحتلال يضع للملك الحسن شارع باسمه جزاء ما قدمه للكيان الصهيوني. تعال افكرك بالفيديو اللي كنت بقول لك عليه بتاع المغرب عشان بس ما حدش يتخان الموضوع جديد. Troisième grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle. L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il était. Bi musaadat el malik el Hassan el tani. Aqul lak ma'louma enta ma ta'rafhash. Ash ta'raf enno eh? En ana ba'attar lak el haqiqa. ده مش عشان والله احنا ناس وحشين، لا، لظروف كتيرة معقدة جدا لا تخفي على اي لبيب، زائد انه الحقيقة مرة واحدة ناس تطب تموت كده. فالدور الرائع اللي قام بيه الملك الحسن الثاني الله يرحمه للصهاينة، سموا شارع باسمه في اسرائيل، وده جدة الملك الحسن، صورة الشارع اللي سمي باسم الملك الحسن نتيجة خدماته التاريخية. كنا لا نصدق أو لا نريد أن نصدق كل هذا وأيا من هذا، وكنا نقنع أنفسنا لن تستسلم المغرب. من يحكم هذا الشعب العريق والرائع لن يستسلم. من يريد أن يمسح ماضيا أليما سيقاوم ولن يستسلم كما استسلم من سبق. من أراد القدس لن يبيعها بكنوز الأرض ولا باعتراف ترامبي أو بسيادة أو بغيره، لكن صحونا فباغتونا. المغرب طبعت، المغرب باع، والعثماني اللي كان بيؤكد أننا لن نبيع خرج وهو يتهته لا يعلم بماذا يبرر. الخطوط هي خطوط حمراء بالنسبة للمغرب،
ملكا وحكومة وشعبا كما قلت. وهذا يستتبع أن كل التنازلات التي تتم في هذا المجال هي مرفوضة من قبلنا، ونرفض أيضا كل عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دفع له وتحفيز له كي يزيد في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني. وأريد أن أؤكد أن الموقف المغربي عموما هو يبقى باستمرار دعما للقضية الفلسطينية. وأريد أن أؤكد، قالوا لي المغرب لحقت بالسودان والبحرين والإمارات، فقلت لهم إن البقرة تشابه علينا. المغرب العربي لي، المغرب العربي لي، واسأل أسباب المغاربة الذي يتوجع. إن قال آه فالصدى تطوانه، لا تنساه، أبصر قلبها يتقطع. طبطب على أكتاف دارك يا فتى، وقل اعملوا فيها الظلام سيخلع. وطني وجرحك بي أعز قصيدة، وطني وجرحك بي أعز قصيدة، تسمو بوجه من اعتدوا أو طبعوا. الله غالب.